حقيها وزارة الرماه دي بدأ حكومة الصومالية حمزة آدن أو شير جراء تكو قبتي حرونة وزارة الرماه دي بدأ هيا فافاهين كوبان كغب بحيا هالك أمرا يدى دالك يدى بوليد دولة الصومالية أي أقو جرتو موادنين الصوماليات أكو سوغان قدها دالك سي سودان وهاتن وكتاقاي هاد داقال فرح اللي سيقو قبتي إسلاماركانا داد آد أترى بدان أي كود انتين xogayaha ayaa arabka ku dhuftay in safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan uu ku sugan yahay xuduudaha dalkaasi Suudaan isagoo halka u jooga sidii loo caawin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee soo gaara xuduudaha uu wadamada Ethiopia iyo Masar uu la leeyahay dalka Suudaan wadada Soomaaliyeed baaxada saxaafadda waan idin salaamayaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu شركة جرائد وحكو ساب سيئن حي دغدغاغية دا يو كرايسس كدعي دلك السودان كاس او سامين كوية شي شعب كينا يا اردي دينا دقنايد دلك السودان وزارة داري مهد دي بدأ يوضو فلو نيسا بلنقاتك مدحوينة جمهورية فدرالك سوماليا تلمانتا رئيس الوزارة جمهورية دنقران جمهورية فدرالك سوماليا حكومة دنقران أركتدا وزيرك الرمها الدبدة يهوغانك وزارة الرمها الدبدة وزارة وحيقة دي تلابوين مهم وآه دورستا كورقبكا شعبك الصوماليات نجد جوجي دلك السودان مركي أود عي كرايسس كا أنا ما قلنا إن السودان ودقال كدا عي وزارة دا وحي أبورتي جد دق دق أه جد جاس أوكا كوبان حفيز دا دلك قصر رأي حفيز كمدة حين هجم هوري دو فدرال الصوماليا حفيز كرئيس الوزارة ها وزارة دا الرماه دي بدأ سفير هذا دلالك السودان كوفرت السودان إثيوبيا مصر انت عصبه وحيسوك انت هالميل سلو وجهه لبعت هذا دت كاسي أي وجهه كران يقابك لوس وسمت بحلها الوزارة دا سدات كورق بتان وحيك انت دور ديار دوت وددح ما انت وحيك يوني دونتا ديار ددح ومضوش اللي قصوا تجد دونه سدوا كله هرجيسة أيام اللي قد تجد دونه دي لا هرال كنا قدو جروة غيب أيام اللي جي قربة كواس عضاء كوفرت السودان وحامحد يو الشرف يبوجادين يو أمان الله دل استاجينا جاليدة يو جناع ستدا رير كوفرت السودان أو استاجي إنه كقريب قاتان قرمتك dadka Soomaaliyeed ay ka soo gaartay dibta qalalaasaha ka dhacay dalka Suudaan dawladda Soomaaliya waxay xud sare ku dhahaysaa dadka Soomaaliyeed ee doonaya in laga soo samabta bixiyo qalalaasaha ka socda Suudaan dawladda inay diyaar u tahay xuduudaha loo taagan yahay سفير كسومالي دل كسودان وكسوغي هاي حدودها ميلها كروسين بوينتيغا محل جري شعبك دات كي لحق جوغا اردي دا اوبادان اي كسو قد بكران حد كا اود حي لابد دل كوفرت السودان يو سودان وحاج جوغا هول ودينو دبلوماسيين وحال كاس كسوغن و ديارو اه دات كي ري سوش سبت البحيان و اي قايد كريان oo ay u sahlan fiisooyinka dalalka ay galaayaan u sahlan sidoo kale xadka Ethiopia iyo Suudaan labada dhinac waxaa taagan oo iyagana diyaar u ah diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo labada dhinac taagan oo u sahlaya dadka inay fiisa helaan xadka aan lagu dhibaateynin oo ay si fudud ku soo galaan shacabka Soomaaliyeed ku jira still gudaha dalka Suudaan waxa uu sheegaynaa dawladooda inay diyaar u tahay إن سمت سبلت بعنتو ذا ديار أتهاي وحان أشيء جينا إن ديار لولا يهاي إن ديار دي هلو سودات قريل هاي ديار ويهين
وحان أشيغينا إني راعان تلمان تا دبلوماسيين تا كل نول إيريا داس وحان أبورني ويب سايت لوغو تلقالي داتك إني إسكر ريجيستر غريان كاسو قفكا مقعيسا باسبور كيسا تليفون كيسا انتبا لغو ايكو قوري كران لنا حرير أين كلاسو حريري كران وزارة دا وزارة دا نوي كوردينيت غرينيسا وحين لا شقينيسا دمان لامها دولدة oo ugu horeeya ergeyga gaarka ee migrationka iyo dhamaan laamaha kale sidaad ogtihiin dawladda waxay xil saartay guddi heer caalami ah oo loogu talagalay xalij inuu coordinate gareeyo oo wasiirra ah oo loogu talagalay hawshan inay iska xilqaan ku sameeyaan oo ay qabtaan hawshan dhamaan aad arkaysaan coordinationkeeda waxa iska leh wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Mr. Abshir Umar Jaamac oo runtii si xilkasnimo ah har iyo habeen ugu taagan taleefanadiisa ay furan yihiin shacabkana waxaan ka rajaynaynaa wada shaqeyn aad u ballaaran waalidiinta iyo dadka eheladooda xagga ay jiraan waxaan leenahay dawladdiina dawladda Soomaaliyeed سمت بحيث ضد كاس ديار أتهاي وتأجنت هاي هر يهبن كمسة حنو سداس أيام لير نهاي وانو دعيرنا ولا له غير السودان إلى هاي دبك وكدل قاضو وما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد القادر محمد CBA TV مجال هذا مقدشو كصابير أصحاب CBA TV سياد وحرناتد أركتذا ذا النقلة وذاك قيبت فعلا ذا مهد سنين.